يا حرام، وصلنا هذا المساء إلى المسجد الأقصى والصخرة المشهورة فيه، أنا وسمير جودي، وللأسف سمير جودي رجعوه وما سمحوا له بالدخول لأنه سنه تحت 45. فبقي ينتظرني باب العمود، شايفين؟ زي ما انتم شايفين فيش حدا، لانه الشرطة والجيش مسكرين كل مداخل الصخرة المشرفة والأقصى المبارك، إلا من بعض رجال كبار السن. المكان خالي من المستضعفين، هذا هذا اولاد صغار وبنات صغار، ما شاء الله جايين. انا اللي بقول له انت بتحكي انجليزي؟ يس هي بتحكي. من هنا انت؟ ان انجلش؟ لا من هون، لا مش انجلش. لا ولا شو؟ خير يا طير، مش خير بس. بكره مغني زي ام كلثوم. لا تدخل. طيب كيف بدي انا؟ بدي اخذ صوره الي. بدي اسال الحارس اذا اخذ لي صوره. قول لهم ودوا ودوا روحوا. بدي واحد منكم اذا سمحتوا لي ياخذ لي هالصوره، نودع الاقصى مسافر 10 شهور. من هنا هيك مشان الصخرة، بقول من هنا هيك مشان تطلع الصخرة. ولا تقدر مصورة خالص، بتصور هي هلا، هلا بتصور بس انت بدك تطلع الحمل تعمل هيك مشان اطلع انا فيها بس. عزة السعيد في أمام الصخرة المشرفة في القدس، ودخلت بعد جهد جديد، و يعني رجعوا اللي معي سمير الجودي من عراك التاهي، سمحوا لي أنا لأنه سني أكثر من 55. فالحمد لله اللي وصلت إلى الصخرة المشرفة، ومنها إن شاء الله إلى الأقصى المبارك لأداء صلاة المغرب هون، ووداعه لأنه في 10 سفري إلى أنهيو. إلى هنا سيداتي سادتي، أرجو لكم متابعة مشاهدة فيلم باب العمود حتى مداخل الأقصى المبارك والصخرة المشرفة، وشكرا للي صورني. حضرتك مين؟ حياك الله. رامي الأنصاري. رامي الأنصاري، مين حضرتك؟ أنا من القدس. من نفس القدس؟ نفس القدس، ومشكل سادن في المسجد الأقصى. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. واشكرك اللي صورتني، حياك لانه هذا انا عندي موقع يوتيوب، فبنزل
كل افلامي يمكن 550 فيلم صار نازل في 3 اشهر. كل بلد بروح فيها بصور. الله يقوي حياتك. الله يقوي. شفت اليوم كل يوم انا على الجزيره ومشاهديك قلت بدي اروح اصور. ايوه وش تعرف مسلم ولا مسلم؟ مسلم ونص الحمد لله. والان ادخل الى الصخره المشرفه ان شاء الله نصلي ركعتين ومنها الى الاقصى. يا الله كل السدنه جوا. يا حرام حتى دور العبادة قطعوا عنها المصلين ومنعوهم من زيارتها والصلاة فيها إلا لكبار بعض كبار السن. بدي أجي أصلي في المغارة وآسف على عدم دخول. هل كنت معي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.